تساقط الأمطار والثلوج على ولاية الجلفة كان فال خير على الفلاحين وحتى مربي المواشي، فبمنطقة وجدي جنوب الولاية ازدهرت الأراضي وارتاح الموالون. تركي طيحة وراح حرثنا وناض العشب وهنا طاقين فيه المال نتاعنا. قبل ما يطيح المطر كنا نعلبوا فيها، نعطوا لها في الشعير ونعطوا لها في القرص. هذا المال اللي راك تشوف فيه القلم التالية في النهار تخبط 50 مليون 60 مليون تاكل. نهار اللي طاح المطر ناض هذا العشب جينا جينا هنايا والمال فالي فيه وقضى. عرف هذا الموسم تأخرا كبيرا في تساقط الأمطار، ما جعل الكثير من المربون يتخوفون على مصير موسم الحصاد القادم. جفاف السنة صب خطرة واحدة السنة، راه كاين جفاف درك، راه جفاف درك، راه صب خطرة واحدة درك، راه يبقى جفاف، هذا ما كاين والو، هذا ما يصلحش درك، ما يتعاودش خطرة واحدة أخرى، ما يحصدش. المطر ما كانش وطايح لينا جفاف، وراك تشوف الحياة بعينك عادي. مشاكل كثيرة لا يزال المربون يتخبطون فيها، وهي المشاكل القديمة التي تتجدد دائما. الناس راه محتاجة العلف ومحتاج الماء ومحتاجة كل صوالح محتاجتها. الويسي راه يعطي يسلكنا في العام خطرة، يعطينا في رطل، المعزة ما تعلف، الكبش ما يعلف، المعزة الخروف ما يعلف، هذه الناس واش بعدها تعيش الزوايل. نرانا في جفاف كبير. مول مسكين راه ما لحق حتى حد، مول راه يتفكروا انهار العيد الى الايام الاخرى ما يتفكروش. كيعود يبيع في العلوش يقول لك راه يبيع فيه بربعه وخمسه، بصح مش عارفين واش راه يخسر عليه. والارض كيما راكم تشوفوا الارض احمر. حتى وان تساقطت كميات معتبره من الثلوج والامطار على الولايات السهبيه، الا ان الموالين ياملون ان تساهم في خفض اسعار الاعلاف التي ارهقتهم خصوصا في هذا الموسم.